فريكس، العمل الأكثر رعباً بالتاريخ، انعرض الأول مرة بأمريكا سنة 1932. الناس ما صمدوا أكثر من ربع ساعة قبل ما يهربون من السينما وسط خوف شديد. حتى بعض النساء الحوامل فقدوا أجنتهن بسبب الفزع الكبير، وشكل هذا صدمة لدرجة أن المتفرجين رفضوا إعادة السرد اللي شافوه. فاضطر المخرج تود براونينج الحذف عدة لقطات منه، ورغم ذلك انمنع عن العرض لمدة 50 سنة. بالثمانينات اشترت شركة إنجليزية نسخة منه، ولما شافوه انذهلوا الحجم العنف اللي ما إلى مثيل، فاضطروا يحذفون بعد 30 دقيقة إضافية منه وأتلفوها نهائيا. القصة تدور حول مجموعة من الأشخاص المشوهين تشوهات غريبة وحقيقية، يعملون بسيرك ويقومون بعمليات اغتيال وقتل بشعة ومقززة وبعنف غير مسبوق بغرض الانتقام. يقال أنه أفلام الرعب الحالية مقارنة بفريكس هي أفلام كوميدية مضحكة. وأكو تكهنات أنه مشاهد القتل والتنكيل كانت حقيقية مو تمثيل، خاصة أنه المؤثرات والخدع السينمائية بذاك الوقت كانت متواضعة، ويبقى لغز هذا الفيلم قائم حتى يومنا هذا. هذه مو ريفيو مالتي، بس كنت اقرأ البوست اللي اغلب الصفحات تكاتفوا واتفقوا انه ينشروه. ومن وجهة نظر شخص شاف الفيلم فعليا قبل ما ينسخ ويلصق اي كلام، اقدر أأكد لكم انه كل المذكور بالمنشور اذا ما كان مغلوط بالكامل فهو متفشى بالمبالغات، وكل تأكيد يعكس صورة خاطئة عن الفيلم. وحتى اوضح كلامي اكثر لازم ادخل بتفاصيل بها حرق، فلي ما شايف فريكس خليه يشوفه ويرجع لنا. بداية أريد أوضح شنو هو فريكس. هل هو الفيلم الأكثر رعبا بالتاريخ؟ هل هو فعلا صادم؟ هل هو مقرف للدرجة اللي سمعناها عنه؟ الفيلم ولا حتى قريب على أي من هذه الأوصاف، ولا أقدر أصنفه كرعب أصلا. فريكس هو بدرجة رئيسية دراما مقتبس من قصة قصيرة تحمل عنوان سبيرز للكاتب تود روبنز. أحداث الدور حول مجموعة لاعبي سيرك من ذوي الاحتياجات الخاصة. واحد منهم هانس، رجل عنده تقزم، يحب نجمة الألعاب البهلوانية كليوباترا اللي بالظاهر تدعي تقبل مظهره ومبادلته الحب، بس بالخفاء تقيم علاقة ويا مؤدي سيرك ثاني اسمه هرقل، واثنينهم يخططون لاستغلال هانس ماديا والتخلص منه. هذه هي الحبكة الرئيسية اللي تحرك الأحداث. خلالها الفيلم قضى وقت طويل نسبيا بعرض الحياة اليومية ذوي الاحتياجات الخاصة، تكيفهم مع هذه الاحتياجات، المتاعب اللي تواجههم من قبل الأشخاص اللي يفترض انهم طبيعيين، وعلاقاتهم ببعضهم. ويمكن هذا هو الجانب المفضل عندي للفيلم، لان تفاجأت بالانسانية اللي تعامل بها المخرج تود براونينج ويا هذه الشخصيات، خاصة اذا اخذ بنظر الاعتبار الحقبة اللي صور بها الفيلم والسمعة اللي لوثتها العقود طويلة. لما نجيت على الفيلم كنت متهيئ اشوف وحوش يقتلون بابشع الطرق، بس اللي شفته فعلا هما انجلينو، نصف الولد، الهيكل العظمي البشري، الجذع البشري، التوأم الملتصق ساميز وعلاقتهن الظريفة بأزواجهن، الثلاثي بينهيد الأقرب للأطفال، الفتاة بلا أذرع، المرأة الملتحية، ونصف الرجل نصف المرأة. الفيلم عرض كل هذه الشخصيات مثل ما هم، ما حاول يخفي اختلافاتهم او يدعي انه مظهرهم طبيعي. هذا من جانب. من جانب اخر، الفيلم ما اتخذ هذه الاختلافات او الاحتياجات الخاصة كشرط لتعلقنا بهذه الشخصيات. هي جزء من شخصياتهم اكيد، ومن التصنع انه ننكر هذا الشيء او نتغاضى عنه، بس هذا مو التعريف الوحيد لهم. كل واحد بيهم عنده سلوك معين، عادات معينة، مبادئ متمسك بيها، اشخاص يهتم بيهم. الفيلم ابد ما غفل عن هذا الجانب، ولهذا المشاهد اللي نشوف فيها اختلافاتهم الجسديه وتكيفهم وياها ما تكون فقط مخصصه لهذا الغرض، وانما غالبا ما صاحبها حوار يبين طبيعتهم او علاقاتهم او ردود افعالهم تجاه الاحداث الرئيسيه. فلما نشوف التوأم يتجادلون حول المكان اللي يروحوا له، اسلوبهم ونقاشهم يعطينا فكره عن مزاج فايوليت الحاد وقرارات دايزي المطاوعه. لما نشوف هذه البنية تشرب كاس برجلها، نسمع رأيها بكليوباترا وبسلوكها المريب تجاه هانس. والجدير بالذكر انه الفيلم تجنب يشوفنا اي مشاهد سيرك استعراضية لهذه الشخصيات، كتأكيد انه هذول بشر مو بس عجائب لتسلية الناس. الشخصين الوحيدين اللي نشوفهم يستعرضون بالسيرك هم كليوباترا وهرقل، وكأنه الفيلم يريد يقول انه ذولا هم الوحوش الحقيقية اللي مفروض نباوع لهم بتعجب. بتعجب هانس، مو تاكلها بعيونك، خطيبتك قاعدة. I have eyes for only one woman, the woman I asked to be my wife. خلي ولن. هسا اخذنا فكرة عامة عن طبيعة الفيلم والجوانب اللي سلط الضوء عليها. زين، منين اجت هذه السمعة اللي لزقت له مثل ما واحد يلزق الوحدة باوعت له بالغلط؟ الفيلم كله ما بي اي مشهد عنف او قتل ما عدا المشهد الاخير اللي راح اتطرق له بعدين، ورغم ذلك الناس لحد هسه تحكي بيه وبما يتخلله من رعب وعنف غير مسبوقين. تعالوا نشوف وجهة نظر الناس اللي طلعوا يتراقضون من السينمات ورفعوا قضايا على الشركة المنتجة بعام 1932. اسمي
العروض الأولية كانت كارثية. التقارير تشير لوجود حالات تقيؤ وإغماء وهروب مقاعات السينما، وامرأة حاولت تقاضي شركة MGM لادعائها أنها أجهضت جنينها بعد ما شافت الفيلم. غالبية النقاد بوقتها شنوا هجمة قوية على فريكس بجمل رنانة مثل: من الواضح أنه عمل كريه وغير صحي، ليس هنالك عذر لوجود مثل هذا الفيلم، إنتاجه يتطلب عقلا ضعيفا ومشاهدته تتطلب معدة قوية. كل من استمتع بهذا الفيلم يجب أن يتم حجزه بمستشفى الأمراض النفسية. أكو نقاد فعلا ويا الفيلم صورة إيجابية أو على الأقل إنسانية، بس دول كانوا الأقلية. السلبية المطلقة اللي أحاطت بالفيلم دفعت الرؤوس الكبيرة بشركة MGM للتحرك بسرعة وحذف ما يقارب 30 دقيقة من الفيلم، اللي ضمنت مقدمة مختلفة، مشاهد كوميدية وتفاصيل أكثر بمشاهد الانتقام بالنهاية. بس مشاكل الناس ويا فريكس كانت أعمق من أنه تنحل بتمرير الفيلم بمخض، ولهذا حتى الـ 64 دقيقة المتبقية من الفيلم أثارت غضب الناس، تم منعها ببريطانيا وعدة ولايات بأمريكا، سببت خسارة فادحة للشركة المنتجة وكلفت المخرج سمعته ومسيرته الفنية. ممكن الواحد يتخيل أن الجمهور بسنة 1932 عمرهم ما شافوا جريمة قتل أو أجواء مرعبة أو بشر مختلفين خلقيا، ولهذا ردة فعلهم كانت بهالقوة، بس هذا مو صحيح. كان أكو عدد مو قليل من أفلام الرعب والجريمة اللي تعرض مخلوقات غريبة أو أشخاص مشوهين أو أفكار ملتوية، وعدد مو قليل من هذه الأفلام كانت ناجحة جماهيريا. أبرز مثال عليها هو The Phantom of the Opera، إنتاج عام 1925، اللي يدور حول ملحن مشوه يوقع بغرام مغنية ويحاول يخليها تترك حبيبها على مودة، وفرانكنستاين إنتاج 1931، اللي يدور حول عالم مهووس بفكرة خلق الحياة يصنع مخلوق حي من مجموعة أجزاء ميتة. فيلمين ناجحة ومن وجهة نظري أفكارها أغرب من فريكس وبيها مشاهد مروعة أكثر. النص الثاني من The Phantom of the Opera تقريبا كله عبارة عن شخص مشوه يحاول يجبر ابنية على إقامة علاقة وياه، وخلالها نشوفه يهدد ويخطف ويقتل لتحقيق هذه الرغبة. وبفرانكستاين نشوف عالم ينبش جثث من القبور ويستعمل أطرافها لخلق كائن جديد، وخلال الفيلم نشوف جثية مشنوقة وطفلة ميتة. فريكس هواية أهدى وألين من هذه الفيلمين. الفيلم كله ما بيغير مشهد عنف واحد بالنهاية، واللي دا يتعرضون للعنف بيه يستاهلون كل اللي صار بيهم. دول الاثنين هما أسوأ أشخاص ممكن نلتقي بيهم. كليوباترا استغلت ظروف ومشاعر هانس وكانت تنوي تخليه يموت موت بطيء بالسم اللي كانت تدسه بالمشاريب والأدوية مالته، كله في سبيل أنه تسرق الثروة مالته وتهرب ويا هرقل اللي ما عنده مانع يقتل بنية بدم بارد المجرد أنها حست بالمكيدة مالتهم. هذا يخليني أؤكد أن الجماهير ب 1932 ما كان عندهم مشكلة كبيرة ويا مشاهد العنف أو المخلوقات الغريبة أو الرعب بشكل عام. زين، لعل شنو سبب ردة الفعل المبالغة تجاه فريكس؟ أكو سببين. الأول اختلاف الممثلين خلقيا بالحقيقة مو فقط بالفيلم. تود براونينج اشتغل بسيرك بشبابه وتعلق بعدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الفيلم اختار أنه يبتعد عن المكياج والمؤثرات ويجيب مثل ذول الأشخاص ويعرضهم على طبيعتهم. بس على ما يبدو الناس كانوا يفضلون الاختلاف اللي يصنع المكياج على الاختلاف اللي تنتج الطبيعة. السبب الثاني وممكن هو السبب الأهم هو أنه فريكس يعامل ذول الأشخاص المختلفين كبشر ويطلب منا أنه نتعلق بهم وينطيهم الأحقية بالنزاع الرئيسي للقصة، وردة فعل الناس تجاه هذا الشيء كانت مطابقة لردة فعل كليوباترا لما أبطالنا رحبوا بها كفرد منهم. بأفلام مثل The Phantom of the Opera وفرانكنستاين، رغم أنه كان بيها درجة بسيطة من التعاطف ويا المخلوق الغريب أو الشخص المشوه، خلاصتها اختزلت بفكرة الوحش اللي يحاول يعتدي على الحسناء، المسخ اللي لازم يقتل. فريكس قلب هذه المعادلة وخلى الحسناء تصير هي الوحش اللي دا يحاول يستغل ويأذي الشخص المختلف. مجرد مبدأ مناصرة لفريكس بنزاعهم ضد الشخصيات الطبيعية خلت حتى الجنين يطلع من بطن أمه حتى ينهزم من هول اللي انعرض على الشاشة. شخصيا اقدر بكل سهولة اقول انه الخلل الرئيسي بالناس مو بالفيلم. تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة واحترامهم ومعاملتهم كبشر ما تحتاج غير تكيف بسيط. اذا هم نفسهم قادرين يتكيفون ويا احتياجاتهم، اكيد احنا ايضا نقدر نتكيف ويا وجودهم حولنا. هذا الشيء اللي الاغلبية كانوا رافضين انه على الاقل ياخذوه بنظر الاعتبار، عاد يتقبلوه. بس هذا حكي قبل 90 سنة، هل تغير هذا الشيء هسه؟ إذا نلقي نظرة على موقف المجتمعات من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التاريخ، نقدر نتعقب خطوات بطيئة نحو الأحسن، ولو هذا التحسن ما مرتبط بتقدم الأعراف المجتمعية بالوقت الحاضر بقد ما هو مرتبط بفظائع أسلافنا بالماضي. تعامل المجتمعات مع ذوي الاحتياجات الخاصة سابقا أقل ما يقال عنه أنه مخزي،
القرون طويلة ذوي الاحتياجات الخاصة كان يعتقد انهم ملبوسين من قبل الجن او معاقبين من قبل الشيطان بسبب ذنوبهم. مع تقدم المجال الطبي والمؤسساتي صار اكو اتجاه للاهتمام بيهم ومعالجتهم اذا امكن، لكنهم بقوا مهمشين ومضطهدين، اذا مو بشكل مباشر من قبل ضعاف النفوس فبشكل غير مباشر من قبل النظام المجتمعي السائد اللي يعدم فرصهم للتعليم او العمل، وبالتالي غالبيتهم كان ينتهي بهم المطاف بالشوارع كمشردين ومتسولين. بالعقود الأخيرة الوعي الاجتماعي زاد بهذا الخصوص، السلوك العام تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة صار أكثر عقلانية، وأحيانا تتخلل حساسية زايدة أو مجاملات متكلفة ممكن يكون أثرها إيجابي أو سلبي اعتمادا على الموقف. A lot of times I see kids staring at me. That's okay with me. I welcome it. Kids are curious. But what I struggle with is when a parent shushes them or quickly pulls them in the other direction. When a child is hustled away from a person or hushed, it stigmatizes even just asking the question. Because kids then associate disability with feeling ashamed. بعض الدول المتقدمة بدأت تشرع قوانين تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على فرص تعليم وعمل وتحميهم من أي نوع من الاضطهاد. كل هذا بدأ شوية شوية يتنافذ للفن، فبدينا نشوف شمول وتقديم أفضل للشخصيات اللي عندها إعاقة من أي نوع، وبدينا نشوف ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمثل هذه الأدوار. أنا مو كليا ضد مبدأ تجسيد شخصية عندها إعاقة من قبل ممثل بدون إعاقة، بس لازم أثني على القائمين على الأفلام والمسلسلات اللي يكلفون روحهم شوية ويوظفون ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مو بس لأن فرصهم شبه معدومة بتجسيد أدوار عادية، بس لأن بالعادة توظيفهم يضيف للدور أصالة وصدق صعب جدا إنه تحصلها ويا ممثل ثاني. أتمنى ما أكون ابتعدت هواي عن موضوعنا الرئيسي اللي هو فريكس، بس ردت شوية ألقي الضوء على المرحلة اللي إحنا واصليها بهذا الخصوص قبل ما أحكي عن الرأي العام حول هذا الفيلم بالوقت الحاضر. فريكس حاليا هو ما يعرف بالكالت كلاسيك، وهو لقب يطلق عادة على الأفلام اللي تفشل وقت صدورها بس بمرور الوقت تلقى الجمهور اللي يفهم مقصدها ويقدر الجوانب الفنية إلها. فريكس تقلد هذا اللقب بعد إعادة عرضه بمهرجان كان السينمائي بعام 1962 واكتسب مكانة جديدة كعمل كلاسيكي منسي. خلال السبعينيات الفيلم صار يعرض بشكل نظامي بصالات السينما بأمريكا قبل ما يلقى طريقه للتلفزيون. بعض من أشهر صناع الأفلام المعاصرين أشادوا بالفيلم مثل تيم بورتون وغييرمو ديل تورو اللي يعتبره من أفلامه المفضلة، وقال إنه لا صار ولا حيصير مثل هذا الفيلم. إذا فريكس حاليا مو نفس الفيلم المنبوذ المثير للاشمئزاز، وصار عمل محترم من قبل جمهور ما يستهان به كسبه خلال عقود، بس هذا ما يعني إنه الفيلم تحرر كليا من السمعة مالته. السوشيال ميديا بعدها تعرفه بالفيلم المقزز الأكثر رعباً اللي انقتلوا به ممثلين حقيقيين واللي أفلام الرعب الحالية تعتبر مضحكة بالنسبة له. السبب انتشار مثل هذه القصص هو وجود نسبة كبيرة من منصات الميديا اللي تتخذ من التأليف والمبالغة وسيلة للتوسع وجذب الأنظار، وميول الناس للاعتماد على مثل هذه المنصات ونشر محتواهم بدون ما يبحثون بنفسهم عن الموضوع أو على الأقل يخصصون ساعة من وقتهم لمشاهدة الفيلم فعلياً. هسه ممكن تقولون قناتي هذه هم تعتبر منصة وهم أنشر بها كلام ممكن يكون صح أو خطأ. هذا افتراض معقول جدا، ولهذا اشجعكم انه ما تعتمدون على كلامي وتتفرجون الفيلم بنفسكم وتبحثون عن مصير طاقم التمثيل مالته. يجوز فعلا هو اكثر فيلم مرعب بالتاريخ، ويجوز الممثلين فعلا ذبحوا، كل شيء يصير. زين، هسه ابتعد شوي عن الجانب التاريخي والاجتماعي واحكي عن الفيلم من وجهة نظر سينمائية. كقصة أنا أوردي بدحت الفيلم على جرأته وقلب معادلة الحسناء والوحش التقليدية وتعامله مع هذه الشخصيات بأسلوب ناضج. الغني عن الذكر هي الأصالة اللي أضاف اختيار ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدل الاعتماد على المكياج والمؤثرات. والاختيار الجيد للممثلين ما يقتصر على أبطالنا، أولغا باكلانوفا وهنري فيكتور كانوا ملائمين جدا بدور كليوباترا وهرقل، الخصوم الرئيسيين للقصة اللي سيطرتهم الجسدية ودوافعهم الأنانية كانت تتضارب ويا محددات أبطالنا وعفويتهم، وهذا خلاهم يكونون مصدر تهديد مؤثر وخلاني انتظر اللحظة اللي يتلقون بها المصير اللي يستحقوه. بس للأسف التقطيع والبتر اللي تعرض له الفيلم كان واضح، عدة عناصر من السيناريو الرئيسي كانت غير مكتملة، بعض الشخصيات كانت تدخل المشهد وتطلع منه بدون تمهيد أو تقديم مناسب، القصص الجانبية كانت موزعة بشكل شبه عشوائي بدون تخطيط أو تروي بالانتقال من مشهد لمشهد، بعض المشاهد ممكن أغير ترتيبها بدون ما يتغير شيء بالقصة. أنا حبيت عرض الفيلم للحياة اليومية للاعبي السيرك، بس اللي كنت أتمناه هو تقريبهم أكثر من الحبكة الرئيسية.
طول الفيلم لحد مشهد الزواج أغلب الشخصيات كانوا معزولين عن هانس وكليوباترا والنزاع الرئيسي. أقصى شيء شفناه هو تعليق أنجلينو على احتمالية وجود مكيدة من كليوباترا والمصير اللي ينتظرها في حال ثبوت هذه الاحتمالية، وهذا من المشاهد المهمة طبعا اللي تمهد للنهاية وتوضح لنا أنه ودية هذه الشخصيات لها حدود وما تعني أنهم عاجزين عن الدفاع عن نفسهم أو أخذ حقوقهم، بس أعتقد الفيلم كان يحتاج البناء أكثر باتجاه هذه النهاية. طبعا احتمال كبير المشاهد المحذوفة ممكن تسد الثغرات اللي ذكرتها، بس أنا كمشاهد ما عندي شيء أحكم عليه غير النسخة الموجودة حاليا، وهذه النسخة للأسف غير مكتملة. شغلة ثانية أريد أعلق عليها هي النهاية. بشكل عام الانتقام كان يشفي الغليل، تجمع أبطان على كليوباترا أثناء محاولتها تسميم هانس وإشهارهم أسلحتهم واحد بعد الثاني بيّن أن انتقامهم راح يكون بارد وحتمي. اللي ما حبيته هو تشويه كليوباترا وتحويلها إلى بطة. أول شيء شلون ممكن تحول إنسان البطة؟ شنو نوع العملية الجراحية اللي سووها بالضبط؟ الشغلة كلها مو منطقية. ثاني شيء تشويه إنسان وإجباره يعيش بمعاناة بقية حياته تتعرض ويا الصورة الإنسانية اللي رسمها الفيلم للأبطال. مو لأن كليوباترا ما تستحق هذا المصير، لا والله فد وحدة حية وتستاهل أي شيء يصير بيها هي وذاك. بس الانتقام بهالطريقة نطن طباع إنه الأبطال يريدون يأذون أكثر مما يريدون يأخذون حقهم. وبشكل عام الانتقام من الخصم عن طريق تحويل الفرد من الجماعة المضطهدين هذا فد أسلوب سطحي وغير ناضج، وذكرني فيلم قصير اسمه سكين حاز على الأوسكار عام 2019. الفيلم يحكي عن العنصرية وبنهاية الشخص العنصري يخطفوه يسوي له تاتو إلى أن لون جلده كله يتغير ويرجعوه، وجماعة العنصريين لما يشوفوه عبالهم هذا شخص أسود فيقتلوه. نظرة جدا واعية على العنصرية. نهاية فريكس ما كانت بهذه الدرجة من البلاهة، لكنها ما كانت بعيدة وتركت نكهة غير مستساغة. الفيلم يستحق التقدير والاحترام وفضل جرؤته وسير عكس التيار وتسليط الضوء على فئة من الناس المجتمع كان رافض ينظر لهم كأي شيء غير شذوذ عن الطبيعة. هذا بالإضافة إلى أنه كان قصة انتقام لا بأس بيها مع بعض اللحظات الملفتة، بس الضرر اللي حل بيه بسبب التقطيع كان واضح، وكتجربة سينمائية ما كان مبهر بالنسبة إلي. وبالمحصلة الجدل اللي حوله يمكن أثار اهتمامي أكثر من الفيلم نفسه. تقييمي هو 6/10. انتو شنو رأيكم بفريكس وشنو رأيكم بأهمية اختيار الممثلين بهذا النوع من الأدوار؟ شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة وتضغطون علامة الجرس. شوفكم المرة الجاية.